طيب شباب السلام عليكم. نكمل اليوم في شابتر 6. زي ما انتم متذكرين شابتر 6 بدأنا في المحاضرة الماضية. شابتر 6 بيحكي عن failures اللي بتنتج عن variable loading أو fatigue loading برضو نسميها, dynamic loading برضو نسميها, أو cyclic loading, كلها نفس التسمية. طيب فلما يكون عندنا component تتعرض ل variable أو cyclic loading, زي ما حكينا بعد فترة من الوقت ممكن هذه component تصير فيها total fracture, مع انه stress اللي احنا حاطينه عليها بعضها اقل مثلا ممكن yield strength. اوكي, يعني ممكن مع قيمه fluctuating stress اقل من yield strength تبع المتيريال بعد فتره من الوقت الكومبوننت ممكن تنكسر. طيب فزي ما حكينا بهمنا في هاي الحالات انه نحسب شيء بنسميه fatigue factor safety. يعني في الحالات اللي اللودنج تعرض الكومبوننت static loading نحسب factor safety اللي هو بيكون static factor safety. بس في حاله انه يكون عندنا كومبوننت تتعرض لفاتيج او فلكشويتنج لود بدنا نحسب فاكتور سيفتي, بنسميه فاتيج فاكتور سيفتي. معظم المشين كومبوننت زي ما حكينا بسبب حركتها هي في الواقع تتعرض لفاتيج لودنج, يعني قليل جدا من الكومبوننت تبعت المشينز اللي تتعرض لستاتيك لودنج. زي مثلا جزء الفريم الخارجي تبع المشين ممكن يكون يتعرض لستاتيك لودنج, بس يعني تقريبا اي شيء بيتحرك جوا المشين راح يكون يتعرض لفاتيج لودنج. طيب فحكينا بهمنا هنا نقدر مثلا نسوي prediction انه هل هذه الكومبوننت نظرية ممكن تعيش infinite life او راح تنكسر. اذا بدها تنكسر يعني قديش راح تعيش قبل ما تنكسر, فبهمنا نحسب شيء نسميه fatigue life. طيب كان في عنا اكثر من نظرية بتفسر الفينومينا تبعت الفتيق. لحد الان ما في شيء يعني نظرية ممكن نطبقها على كل الماتيريالز, ممكن نطبقها على كل انواع. طيب حكينا في عنا 3 methods ممكن نستخدمها. في عنا linear elastic fracture mechanics, في عنا إشي نسميه strain life method. strain life method applicable للfailures بتصير خلال عدد قليل من cycles, وفي عنا stress life method هاي حكينا اللي هي الأهم بالنسبة لنا وراح نركز عليها هنا. طيب stress life method تعرفنا عليها المحاضرة الماضية, بدي أرجع أذكر فيها بشكل سريع عشان بدنا نكمل فيها. طيب stress life method تحكي لنا في علاقة ما بين فيم fluctuating stress والexpected life تبعت الكومبوننت. ببساطة كل ما كان فيم fluctuating stress أقل الكومبوننت متوقع أنها تعيش life أطول. هذه العلاقة بيطلعوها experimentally استخدام rotating beam test, حكينا عنها المحاضرة الماضية. باستخدام rotating beam test ممكن نطلع diagram زي هذا اللي هو نسميه SN diagram. طيب SN diagram الـ X axis عدد السايكلز لحد ما يصير عندنا فراكتر, على الـ Y axis قيمة الستريس اللي صار عند الفراكتر أو اللي كنا نسميه هنا fatigue strength. طيب هسا أول نقطة نحطها على الـ diagram اللي هي الـ ultimate tensile strength. إذا جبنا component أو specimen عرضناها للستريس مساوي لقيمة الـ ultimate tensile strength راح تنكسر على طول. طيب فهاي أعلى قيمة عندنا على الـ diagram. إذا عرضنا الكومبوننت أو سبيسيمن لستريس أقل ultimate tensile strength مش راح تنكسر على طول, راح تعيش كم من سايكل. فزي هيك بنضل كل مرة ننزل ستريس ونحط عينة جديدة لحد ما تنكسر بيطلع معانا النقطة. في الأخير بنوصل النقاط من خلال هذه الخطوط فبيطلع معانا هذا الدياجرام اللي بنسميه SN diagram. الإشي الأهم بالنسبة لنا من خلال هذا الدياجرام اللي هو في نهاية الدياجرام بنلاحظ إنه بصير عندنا flat line. اوكي سلوب تبعه صفر. طيب هسا فعليا هاي القيمه اللي بصير كيرف عندها flat هاي القيمه نسميها endurance limit تبع الماتيريال. شو المقصود بالendurance limit تبع الماتيريال او شو بتعني لك endurance limit تبع الماتيريال؟ بيعني لنا قيمه fluctuating stress اللي لو كنا عندها او اقل منها نظريا الكومبوننت متوقع انها تعيش infinite life, بينما لو كان عندنا fluctuating stress قيمته اعلى من endurance هاي الحالة الكومبوننت مش راح تعطينا infinite life, راح تعطينا finite life, راح تنكسر. بس هل راح تنكسر على طول؟ لا, راح تنكسر بعد عدد معين من السايكلز. ببساطة ممكن نطلعه باستخدام الدياجرام. طيب endurance limit هي عادة associated مع 10^6 سايكلز, بس يعني بعض الحالات ممكن تبين معانا الاندرنس ليمت عند 10^7 سايكلز. فيعني الرينج تبعها تراوح ما بين 10^6 لحد 10^7 زي ما حكينا الستيل والتيتانيوم الى اندرنس ليمت, بينما حسب المثال الالمنيوم ملوش اندرنس ليمت. طيب هسه اندرنس ليمت ممكن نطلعها
استخدمت اللي بهاي الطريقه بس يعني فعليا تستنج بهاي الطريقه انه نضلنا نساوي تجارب استخدام من تيست شيء بياخذ وقت طويل. فحاول اشوفه هل في علاقه ما بين اندرنس ليميت وما بين شيء ثاني سهل نطلعه. لقيوا انه بالنسبه للستيل والايرون في علاقه واضحه ما بين قيمه اندرنس ليميت والالتيميت سترينث اللي هي شافوها من خلال هذا الكيرف اللي هو جمع فيه اكسبيرمنت الداتا لعينات من جريد مختلفه من ستيل والكاست ايرون. طيب فبناء هذا الحكي صرنا نحكي انه ببساطه اذا بدنا نطلع اندرنس ليميت لستيل او ايرون ما في شيء داعي نساوي كل هذيك الاكسبيرمنت عشان نرسم الدياجرام. ببساطه بنقدر نحكي انه الاندرنس ليميت بيساوي نص الالتيميت تنسل سترينج اذا كان الالتيميت تنسل سترينج اصغر من 1400، اذا كان اكبر من 1400 نحكي خلاص قيمه الاندرنس ليميت ثابته عند 700 ميجا باسكال. طيب هاي القيمه كمان مره هاي اللي هي اسوشيتد مع السبيسيمن. طيب سبيسيمن سيرفس تبعها بالش ديامتر تبعها ربع انش بنسويها على روب تمبريتشر. في عندنا مجموعه كونديشنز بنساوي عليها الاكسبيرمنت بيطلع معنا اندرنس ليميت للسبيسيمن. طيب بينما لما يكون عندنا كومبوننت فعليه مثلا شافت داخل موتور السيرفس تبعه مش شرط انه يكون بالش بنفس الطريقه اللي مسويينها هناك، التمبريتشر تبعته مختلفه، طبيعه اللودينج ممكن تكون مختلفه. فلهذا السبب حكينا في عندنا مجموعه modification factors بندخلها على قيمه الاندورنس ليميت اللي بنطلعها. طيب اذا قيمه الاندورنس ليميت اللي هي تبع السبيسيمن اللي هي 0.5 × 10^-strength راح تنضرب في مجموعه correction factors عشان نحصل على قيمه الاندورنس ليميت للاكتوال ماشين كومبوننت. طيب شو الكوركشن فاكتورز؟ في عندنا مجموعه، اول شيء finish size loading temperature reliability واخر شيء مثل الاسبكتس. كل واحد من هذول شفنا كيف ممكن نطلع قيمته باستخدام الايكويشنز او التابلز اللي موجوده عندنا في الكتاب. وبشكل عام يعني كل هذول الكوركشن فاكتورز هم مطلعينهم اكسبيرمنتال. طيب اول واحد زي ما حكينا اللي هو service condition correction factor، امتى تكون قيمته واحد؟ اذا كان نفس السيرفس كونديشن تبع السبيسيمن يعني ايش؟ يعني بولشت. اذا كان بولشت قيمته واحد، غير البولشت بتكون قيمته اصغر من واحد وتنحسب باستخدام هذه الايكويشن. اي وبي هم بيعتمدوا على السيرفس كونديشن بنطلعهم من التايب الموجود عندنا. بالنسبه للسايز فاكتور كمان مره، اذا نفس السايز تبع السبيسيمن اللي هو ربع انش او 6.7 ملم قيمه واحد، إذا أكبر بده يكون عندنا قيمة أصغر من واحد تنحسب باستخدام هذا الإيكويشن. بس كمان مرة هاي الإيكويشن نستخدمها بس في حالة البندنج أو التورشن، في حالة الأكسل لودنج فعليا ما فيش تأثير للسايز. طيب غير هيك اللودنج سبيسيمن تتعرض لبندنج، فإذا عندنا كومبوننت تعرض لبندنج راح ناخذ اللودنج كوركشن فاكتور واحد، بينما إذا كانت تعرض لأكسل أو التورشن راح تكون بين قيمة أصغر من واحد. نفس الشيء التمبرتشر، إذا عندنا تمبرتشر مختلفة عن الروم تمبرتشر راح ندخل الكوركشن فاكتور كي دي، وبرضه إذا عندنا ريلايبيلتي مختلفة عن الستاندرد ريلايبيلتي اللي بنستخدموها اللي هي 50%، إذا بدنا ريلايبيلتي أعلى من 50% راح ناخذ قيمة للريلايبيلتي فاكتور تكون أصغر من واحد. وآخر شيء المسلينس افكتس اللي هي أي شيء ثاني غير هذول الخمسة، بس حاليا ما فيش عندنا شيء فنستخدم كي اف تساوي واحد. طيب كمل في نفس الموضوع، موضوعنا اليوم راح نحكي عن ستريس كونسنتريشن والنوت سنسيتيفيتي. طيب موضوع ستريس كونسنتريشن حكينا عنه كذا مره قبل هيك، كذا متذكرين في الشابتر السابق شابتر 5 حكينا عن ستريس كونسنتريشن وحكينا انه مش دائما نستخدم ستريس كونسنتريشن فاكتور، بيختلف ماتيريال لماتيريال. فحكينا انه بالنسبه للدكتال ماتيريالز عاده ما فيش داعي ناخذ ستريس كونسنتريشن فاكتور، نهمله ونعتبر قيمته بتساوي واحد، بينما بالنسبه للبريتل ماتيريالز لازم ناخذ تاثير ستريس كونسنتريشن فاكتور باستثناء البريتل ماتيريالز اللي فيها عدد كبير من المايكرو ديفكتس او مايكرو ديسكونتيوتيز زي الكاست ايرون. ففي هذيك الحاله مع انها بريتل ماتيريال برضه ما بناخذلهاش ستريس كونسنتريشن فاكتور. طيب هسه احنا هون بنحكي عن شيء مختلف، هناك كنا نحكي عن ستاتيك لودينج في شابتر 5، هون ما بنحكي عن ستاتيك لودينج، هون بنحكي على فاتيج فلكشويتنج. هسه هل لازم ناخذ هون تاثير ستريس كونسنتريشن فاكتور؟ الجواب واضح، ايوه. السبب اذا متذكرين لما حكينا مثلا على التفسير تبع لينا الاس فراكشر ميكانكس كان بيحكي انه يعني بصير احنا كراك انيشيشن في البدايه. هسه كراك انيشيشن وين ممكن يصير؟ في المناطق اللي فيها ستريس عالي، يعني المناطق اللي فيها ستريس كونسنتريشن بسبب وجود اي نوع من انواع الديسكونتيوتيز فعليا هاي المناطق في احتماليه عاليه انه يصير فيها كراك انيشيشن. فبالتالي وجود اي نوع من انواع الديسكونتيوتيز
راح يأثر على الفتيك لايك وراح يأثر على الانديرنس اللي مثل احنا نحسبها. طيب اذا لازم ناخذ تأثير ستريس كونسنتريشن فاكتور في حالة الفتيك، بس هل راح ناخذه بنفس الطريقة اللي كنا نستخدمها في حالة ستاتيك لودينج؟ الجواب لا. طيب راح يكون في تأثير لستريس كونسنتريشن، بس فعليا تأثير ستريس كونسنتريشن راح يعتمد على الدكتيليتي تبع الماتيريال، يعني مش كل الماتيريالز تتأثر بوجود ديسكونتيوتيز بنفس الطريقة. طيب هسا عشان نميز ستريس كونسنتريشن فاكتور نستخدم في حالة الفتيك عن ستريس كونسنتريشن فاكتور كنا نستخدمه في حالة ستاتيك لودينج، هذاك كنا نحكي فيه عنا KT أو KTS. KT في حالة إنه عنا نورمال ستريس، KTS في حالة إنه عنا شير ستريس. طيب هذاك كنا نستخدمه ستاتيك لودينج. حالة الفتيك لودينج راح نحضر في شيء نسميه KF أو KFS. KF الفتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور في حالة إنه عنا نورمال ستريس، KFS الفتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور في حالة عنا شير ستريس. طيب فإذا حالة النورمال ستريس راح نحكي إنه الماكسيمم ستريس اللي عنا يساوي الفتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور في النورمال ستريس، أو تاو ماكس بيساوي فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور تبع الشير في تاو مات. طيب عشان ما يصيرش عنا خربطة، KF هنا لاحظ احنا لما حكينا عن modifications تبعات ال endurance limit آخر واحد فيهم السادس كنا نسميه KF، بس لاحظ هناك كنا نكتبها K small. طيب هنا K capital. طيب فإذا K capital نحكي هنا على الفتيك stress concentration factor، هذيك اللي هي كانت miscellaneous effects إشي مختلف. طيب فإذا بدنا ببساطة قيمة KF أو KFS اللي هو الفتيك stress concentration factor. طيب هسا قيمة الفتيك stress concentration factor راح تكون مختلفة عن KT. شو اللي بسبب هذا الاختلاف؟ زي ما حكينا بسبب difference in ductility. طيب إذا هنا راح نعرف تيرم جديد، هذا التيرم الجديد بنسميه notch sensitivity Q. شو اللي مقصود بالnotch sensitivity؟ notch sensitivity إشي بيعرف لنا إنه هذه الماتيريال تتأثر بوجود notches بشكل كبير أو تتأثر بوجود notches بشكل قليل. كمان مرة كلمة notch هنا في هذا section إحنا بنعتبرها عشان نعبر عن discontinuity، يعني أي نوع من أنواع discontinuity إحنا هنا نسمينه notch بغض النظر هل هي هول او شولدر. فكمان مره كلمه notch هنا تعني لنا وجود اي نوع من انواع discontinuities. طيب فالnotch sensitivity ببساطه هو ترم بيعبرنا عن مدى sensitivity تبع ماتيريال معينه لوجود notches، وراح نعرف الnotch sensitivity بالشكل التالي. Q notch sensitivity في حاله axial loading او normal stress بتساوي kf ناقص 1 على kt ناقص 1. kf اللي هي fatigue stress concentration factor، kt اللي هي ستريس كونسنتريشن فاكتور العادي الستاتيك اللي كنا نطلعه من الشارتس. طيب حال الشير راح نعرف ايش بنسميه كيو شير اللي هو كي اف اس ناقص 1 على كي تي اس ناقص 1. طيب بس هذا التيرم اللي هو ناتش سنسيتيفيتي بيعتمد على الماتيريال. اوكي في ماتيريالز سنسيتيفيتي تبعتها عاليه، في ماتيريالز سنسيتيفيتي تبعتها قليله. طيب هسه كيو نظريا قيمته بتتراوح ما بين 0 و 1. إذا قيمة Q بتساوي صفر معناته هذه الماتيريال ما هيش sensitive للنوتشز، يعني ما بتتأثرش بوجود discontinuities. أوكي وجود discontinuity أو عدمها نفس النتيجة. طيب إذا Q بتساوي واحد نحكي إنه هذه الماتيريال fully sensitive تتأثر بشكل كامل بوجود discontinuities. طيب هو فعليا قيمته بتتراوح ما بين صفر وواحد لأغلب الماتيريال. هسا إذا قيمته صفر شو راح يطلع معنا؟ ببساطة تخيل إجينا عوضنا هنا صفر، إذا ضربنا هذا التيرم هنا نقلنا الواحد على الجهة الثانية ويطلع معانا كيف بتساوي واحد. أوكي يعني هاي الماتيريال ما هي سنسيتيف، يعني ما فيش تأثير. كيف بتساوي واحد معناته ما فيش تأثير لوجود discontinuity. طيب إذا Q بتساوي واحد حط هنا واحد اضرب هذا التيرم هنا واشطب الواحد مع الواحد ويطلع معانا كيف بتساوي KT. طيب فهنا نحكي الماتيريال fully sensitive. فعليا يعني قيمة الفتيك stress concentration factor بالحد الاعلى تبعها ممكن توصل لقيمه كيتي اذا الماتيريال فولي سنسيتيف، بالحد الادنى تبعها اللي هي واحد الماتيريال ما هيش سنسيتيف نهائيا. طيب بعد ما عرفنا الماتش سنسيتيفيتي هسه ببساطه ممكن نكتب الايكويشن تبعتها بالشكل التالي، كيف فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور اللي اسوشيتد مع النورمال ستريس بيساوي واحد زائد كيو في كيتي ناقص واحد، كيف اس واحد زائد كيو شير كيتي اس ناقص واحد. طيب
احنا هاي بناها بنا اما قيمه كيف او قيمه كيف اس. فلاحظ انه عشان يعني نطلع قيمه كيف او كيف اس شو محتاجين؟ محتاجين معلومتين كي تي و كيو. طيب كي تي من وين نطلعها؟ من التشارتس. شفنا قبل هيك نشوف شو الجيومتري اللي عندنا شو اللودنج ونروح على التشارتس ونطلع قيمه كي تي. طيب الشغله اللي ناقصتنا هون اللي هي قيمه كيو بحد النورمال او كيو شير في حاله الشير ستريس. هسا هذول بنطلعهم من خلال تو فيجرز اللي موجودات عندنا في الكتاب، فيجر 26 26. هذول الفيجرز ممكن نستخدمهم للستيل وللالمنيوم الوي 2024. طيب خلينا نطلع اول شيء على فيجر 26، هذا هو الفيجر. طيب على الاكس اكسس نوتش ريديوس، كمان مره كلمه نوتش هنا ما بتعني بس هذا الشكل، كلمة notch هنا تعني أي نوع من أنواع discontinuity، يعني ممكن تكون hole ممكن تكون shoulder زي هيك. طيب فإذا radius radius radius. طيب إذا على x axis notch radius ومعطينا هنا units تحت بالإنش فوق بالمليمتر. طيب غير هيك على حسب الماتيريال تبعتنا بدنا نختار الكيرف المناسب. هسا الستيل معطينا 4 different curves 1 2 3 4، الفرق ما بينهم اللي هو قيمة الالتيميت تنسايل سترينث. طيب إذا الالتيميت تنسايل سترينث تبعنا 1.4 جيجا باسكال، نستخدم الكيرف اللي فوق 1 جيجا باسكال، هذا 0.7 جيجا باسكال 0.4 جيجا باسكال، والكيرف متقطع للالمنيوم. طيب إذا بمعرفة الماتيريال نطلع الالتيميت تنسايل سترينث، نختار الكيرف المناسب بناء على قيمة الناتش ريديوس، بنقاطعها ونطلع قيمة الناتش سنسيتيفيتي. زي ما احنا شايفين يعني نظريا الماكسيموم واحد، فعليا ما في شيء بيوصل للواحد. طيب هذا بالنسبة ل كيو 26، كيو شير نفس الفكرة، ناتش ريديوس نختار الكيرف المناسب ونطلع قيمة كيو شير. طيب نرجع لهم، فإذا نطلع كيو أو كيو شير بالإضافة إلى ستريس كونسنتريشن فاكتور كي تي أو كي تي إس من الشارتس اللي موجودات في الأبندكس، شفناهم قبل هيك، وهيك بيكون صار عندنا قيمة الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور. نضرب الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور في قيمة النومينال ستريس اللي عندنا، وهيك نعرف قيمة الماكسيموم ستريس اللي بتعرض له الماتيريال عند الديسكونتينيوتي. طيب هسا هاي طريقة عشان تطلع قيمة كيف. في طريقة ثانية ممكن تكون أسهل في بعض الحالات، بس عموما هاي الطريقة اللي عنا في الكتاب استخدام الفكرة السهلة. طيب الطريقة الثانية اللي هي اسمها الموديفايد أو سوري بسموها النوبل إيكويشن. طيب النوبل إيكويشن بتحكي لنا إنه ممكن نحسب قيمة كيف بدل ما نحسبها بعد الطريقة، نحسبها باستخدام هاي الإيكويشن. كيف بتساوي 1 زائد كي تي ناقص 1 على 1 زائد جذر A على جذر R. طيب كي تي بطبيعة الحال اللي احنا نطلعها من الشارتس. طيب R اللي هي الريديس تبع النوتش، اللي هي الريديس تبع الهول او الريديس تبع الشولدر او اي شيء. الترم الجديد في هاي الايكويشن اللي هو جذر A. جذر A عبارة عن ماتيريال كونستانت بسموه نوبل كونستانت، وقيمته تنحسب باستخدام الايكويشنز اللي موجودة عندكم في الكتاب 635A 635B. اللي معه الكتاب النسخة العاشرة الايكويشنز اللي عنده هم هذولا equations، بس هذول equations يعني مع انه مفروض كتابنا SI edition، بس بعطينا هذول equations على افتراض انه الالتيميت تنسايل سترينث بده يكون بالكيلو بي اس اي، واذا عوضت هذه الكيلو بي اس اي بيطلع معك جذر A بالجذر انش، فبدك تحوله لجذر مليمتر عشان تستخدمه. هسه بالنسخه او بالطبعه ال11 شفتها مع الطلاب قبل شوي، فعليا يعني لكل وحده معطينا تو equations، فلهاي معطينا equation نستخدمها مع الكيلو بي اس اي، وبرضه في ايكويشن ثانيه عشان نستخدمها مع قيم الالتيميت تنسايل سترينث بالميجا باسكال. طيب تبعت الميجا باسكال راح تعطينا قيمه جذر A بجذر مليمتر، اوكي؟ فاذا لما نعوض هنا جذر مليمتر بالنسبه للار، جذر مليمتر بالنسبه للاي، فبنقدر نطلع قيمه كي اف باستخدام هذا الايكويشن. طيب اذا خيارين، اما الايكويشن اللي هنا باستخدام الشارتس او الايكويشن اللي هنا باستخدام الايكويشن. بشكل عام التشارتس اسرع في الحسابات. طيب هذا بالنسبه للستيل. طيب بالنسبه للكاست ايرون، هسه بالنسبه للكاست ايرون حكينا في حاله ستاتيك لودنج احنا ما بنستخدم ستريس كونسنتريشن فاكتور عشان في عندنا
microns conductivities اللي هي ببساطة الكربون يتجمع على grain boundaries تصرف كأنه microcracks. طيب هسا شو بخصوص الفاتيج لودينج؟ فإذا حال static loading ما نستخدم stress concentration factor. حال الفاتيج لودينج لقيوا إنه الكاست ايرون السنسيتيفيتي تبعته قليلة، يعني تتراءى صفر ل 0.2. صفر يعني ما هو سنسيتيف نهائيا، 0.2 يعني سنسيتيف بدرجة قليلة. فهنا بالنسبة للكاست ايرون احنا عشان نكون كونسرفاتيف راح نفترض انه يعني سنسيتيف، فراح ناخذ كيو تساوي 2. فاذا عندنا كاست ايرون نحسب قيمة الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور باستخدام كيو تساوي 2. طيب طلعنا قيمة الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور، كيف ممكن نتعامل معها؟ طيب لاحظ احنا يعني فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور الاصل انه نيجي نحكي مثلا سيجما ماكس بتساوي K F فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور مضروبة في سيجما. طيب لما بدنا نحسب قيمة الفاتيك فاكتور في سيفتي، الفاتيك فاكتور في سيفتي كيف بنحسب؟ احنا حكينا سترينث على ستريس. طيب فإذا N F سترينث شو هو؟ اندورنس ليميت. طيب اندورنس ليميت على سيجما ماكس اللي هي K F في سيجما. طيب إذا هيك هسا مثلا إذا عنا يعني سمبل لودينج ممكن ببساطة لما نيجي نحسب الاندورنس ليميت نقسم الاندورنس ليميت على KF ونحكي هنا احنا سوينا موديفيكيشن اضافي للاندورنس ليميت ودخلنا تأثير ستريس كونسنتريشن. اوكي بس وقتها ستريس بدنا نستخدمه زي ما هو نورمال ستريس اللي هو فورس على طيب يعني الاثنين نفس الشيء بس في السمبل لودينج ممكن نشتغل بهذه الطريقه نحكي الاندورنس ليميت قسمناها هذا بس الافضل بشكل عام لا الافضل بشكل عام انه كل ستريس عندنا نضربه في الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور نضربه هو خصوصا لما يكون عندنا اكثر من نوع من انواع اللودينج. يعني لاحظ مثلا لو كان عندنا اكسل فورس بالاضافه لبندنج هسه هاي راح يعطينا قيمتين للفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور، قيمه لاكسل لود قيمه للبندنج، فكل واحده بتنضرب في ستريس تبعها وبعدها نكمل معهم. طيب اذا يعني الاصل انه نستخدمها بهذه الطريقه نضرب ستريس في الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور. طيب نجي بعد هيك لموضوع الفاتيج سترينث. طيب احنا حكينا معظم المشين كومبوننتس تتعرض لعدد كبير من السايكلز، يعني مثلا شايف جوناتور خلال يومين ثلاثه بيكون لف له مليون لفه. طيب اذا لهذا السبب بنحاول دائما نسوي ديزاين باستخدام قيمه اندرس ليمت عشان نظريا يعطينا انفنت لايف. طيب بس فعليا مش كل شيء بيتعرض لفاتيج لودينج بيتعرض لعدد كبير جدا من السايكلز. يعني اعطيكم مثال مثلا ايد الباب مساك الباب. طيب ايد الباب هل تتعرض هي لستاتيك لود ولا لفاتيج لود؟ فهي تتعرض لفاتيج لود. كل مره انت بتفتح الباب انت تعرضتها للودينج سايكل. طيب هسه مثلا مفترض لو بدك تسوي ديزاين لايد باب قديش بدك تعطيها عمر افتراضي مثلا 10 سنين 20 سنه. طيب ماشي 20 25 سنه في اليوم كم مره متوقع ينفتح الباب؟ 10 مرات 20 مره. طيب هاي 20 مره في 365 في 25 سنه مش راح يوصل مليون. طيب اذا يعني كثير من الكومبوننتس او مش كثير يعني بعض الكومبوننتس تعرض لها فاتيك لودينج ما تتعرض لعدد كبير جدا من السايكلز، يعني تتعرض لعدد محدود من السايكلز. هسه في هاي الحاله ما فيش داعي ان اساوي ديزاين على الاندرس ليميت، يعني ممكن اخلي ستريس يتجاوز الاندرس ليميت. هسه زي ما حكينا قيم ستريس يتجاوز الاندرس ليميت نسميها فاتيك سترينث، والفاتيك سترينث مرتبط مع عدد معين من السايكلز. يعني مثلا 10 قوة 5 سايكلز تعطينا فاتيك سترينث مثلا بهذا المقدار، بينما 10 قوة 4 سايكلز هاي قيمة الفاتيك سترينث تبعها. طيب اذا اللي بدنا نشوفه هون كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات، يعني في عندنا ستريس اعلى من الاندورنس ليميت فبالتالي اللايف تبعتنا راح تكون ليميتد او فاينايت لايف. طيب فكيف ممكن نحسب اللايف اذا عندنا ستريس اعلى من الاندورنس ليميت؟ او مثلا كيف ممكن نحسب قيمه الفاتيك سترينث او قيمه بدناش نتجاوزها اذا بدنا لايف محدوده؟ طيب عشان اسوي هذا الحكي نظريا ممكن اسوي هذا الحكي كله باستخدام جراف. اذا عندي رسمه زي هيك الاس ان دايجرام ببساطه مثلا لو حكيت لك عندي قيمه ستريس اعلى من الاندورنس ليميت هالقدي قديش الاكسبكتد لايف؟ ببساطه هاي مدينا الخط لحد ما انقطع نزلنا نحكي هاي هي الاكسبكتد لايف. طيب هذا حكي جرافي بس احنا بطبيعة الحال هنا ما نشتغل يعني جرافيكال، نحاول نشتغل باستخدام ايكويشنز. طيب
ببساطة احنا راح نحاول نطلع الايكويشن تبع هذا. لاحظوا انه في عندنا خط مستقيم ما بين العشرة قوة ثلاثة اللي هي حسبناها هاي سايكل فتيك، يعني عشرة قوة ثلاثة وطالع، وحكينا عشرة قوة ثلاثة لحد عشرة قوة ستة إلى عشرة قوة سبعة كمان مرة. يعني عندنا سنة في الغالب أسوشيت مع عشرة قوة ستة، بس في بعض الحالات ممكن نوصل عشرة قوة سبعة. طيب هاي المنطقة من هنا لهنا اللي هي بنحكي لها فاينايت لايف، ببساطة في عندنا هون خط مستقيم، أوكي؟ فإذا عرفنا الإيكويشن تبع هذا الخط المستقيم نقدر نستخدم الإيكويشن تبع الخط المستقيم عشان إذا عندنا عدد السايكلز نحسب فتيك سترينث، أو إذا عندنا ستريس أعلى من إندورنس ليميت نحسب قديش هي الإكسبكتد لايف. طيب بس هذا خط مستقيم بس فعليا ما هوش على لينير سكيل، على لوج لوج سكيل، فالإيكويشن تبع هذا الخط المستقيم راح تكون بالشكل التالي: اس اف فتيك سترينث اللي هي الواي فاليو بتساوي ام اكس فاليو مضروبة في constant a to the power b. شو هما two constants؟ constant a ببساطة اللي هو ال y-intercept، okay؟ y-intercept تبع هذا الخط، okay هذه a، وb اللي هو slope تبع الخط. طيب إذا في شايفين أن هذا الخط، okay؟ بيننا slope تبع b وبيننا y-intercept a. طيب كيف ممكن نطلع هذول المعلومتين؟ ببساطة نحتاج نعرف نقطتين على الخط، فخلينا نطلع شو بيننا نقطتين على هذا الخط. ممكن نستغلهم. أول نقطة عندنا هون، هاي النقطة شو إحداثياتها؟ قيمة ستريس اللي هو الإندورنس ليميت، أوكي، وعدد السايكلز اللي هو راح نسميه إن إي اللي هو عدد سايكلز أسوشيتد مع الإندورنس ليميت، اللي هو يعني ممكن يكون 10 قوة 6 لحد 10 قوة 7، مش أو لحد، أوكي، يعني آيتين ما بين 10 قوة 6 10 قوة 7. طيب هاي النقطة. النقطة الثانية اللي هي هاي النقطة، هسه هاي النقطة إحداثياتها عدد سايكلز 10 قوة 3. طيب وبدنا نعرف ستريس، ستريس انا مع سمي اس اف فاتيك سترينث عند 10 قوة 3 اللي هو يعني الفاتيك سترينث اسوشيتد مع 10 قوة 3. طيب هسه نظريا لحد الان هاي احنا مش عارفينها، مش نقدر نطلع، احنا بنقدر نطلع عند رسمت، شفنا كيف بنطلع عند رسمت مع نوتيفيكيشن فاكتورز كل هذا الشيء. طيب بنشوف كيف بنطلع هاي كمان، فبدنا نعرف كمان هاي النقطة عشان نقدر نحسب A و B. طيب هسه هاي بشكل عام واضح انها اقل من الالتيميت، اوكي؟ طيب فهي فعليا راح نشوف انه قيمتها مرتبطه مع الالتيميت كمان شوي. طيب عشان نطلع قيم A و B، الايكويشنز تبعات A و B راح تكون بالشكل التالي: اول شيء A اللي هو الواي انترسبت بيساوي اس اف 10 قوة 3 اللي هي القيمه اللي عندنا هون تربيع على الاندورنس ليميت. طيب بالنسبه للسلوب B نيجاتيف، طبعا الحازم هنشرح ليه عندنا بالسلوب، لوج سيجما اف برايم على الاندورنس ليميت على لوج 2 ما ما اللي هي عدد السايكلز تبعت الاندورنس ليميت اللي هي من 10 قوة 6 لحد 10 قوة 7. طيب هسه لاحظوا انه هاي الايكويشن فيها شغلتين او تو ايكويشن فيها شغلتين لسه مش عارفينهم مش قادرين نطلعهم، اللي هي اس اف عند 10 قوة 6 او 10 قوة 3، وهذا التيرم الجديد اللي هو سيجما اف برايم. طيب الاندورنس ليميت احنا بنعرف نطلع، ولاحظ انه الاندورنس ليميت هون هو مع كل الموديفيكيشنز، يعني مثلا كان عندي مثلا موديفيكيشن تبع السيرفس كذا كذا، يعني قيمه الاندورنس ليميت اللي بعوضها سواء من هون او هون اللي هو قيمه الاندورنس ليميت مع كل الموديفيكيشنز اللي حكينا عنهم. طيب هسه الترم الجديد سيجما اف برايم، سيجما اف برايم اللي هو ببساطه ترو ستريس ات فراكتشر. شو مقصود بالترو ستريس ات فراكتشر؟ إذا متذكرين كنا حكينا عن تنسر تيست للدكتور ماتيريالز كيف كان بيطلع شكل الكيرف إشي زي هيك، أوكي؟ هاي هون سترين، هاي هون ستريس، هذه فراكتشر بوينت. بس إحنا ما كنا نطلع ستريس على فراكتشر، إحنا كنا نطلع قيمة ألتيميت تنسر سترينث إس يو. طيب هسه هون ترو ستريس على فراكتشر، يعني هون إحنا كنا نرسم إنجينيرينج ستريس اللي هو مثلا بالنسبة لهاي كنا نحكي الفورس على initial area A0. طيب في غير عن engineering stress strain diagram شيء اسمه true stress strain diagram حكينا عنه قبل هيك في الميكانكس، هناك مقسم على actual area اللي هي بتضلها تصغر. طيب ف true stress strain diagram الدكتور ماتيريالز راح يكون شكله بشكل عام زي هيك، اوكي؟ ما فيش عندنا البيك اللي هي الالتيميت، هون بصير عندنا فراكشر، هاي هي القيمة بالمية سيجما اف 1 true stress at fracture.
طيب لاحظوا انه دائما true stress at fracture يعني مرتبطه مع قيمه الالتيميت تنسال سترينث. ففي عندنا هنا ابروكسيميشن راح نستخدمه اللي هو بحكي لنا انه قيمه true stress at fracture للستيل اللي برين هارس تبعها اصغر من 500 قيمه true stress at fracture بيساوي تقريبا ultimate tensile strength هاي القيمه سهله نطلعها من التيبلز زائد 325. طيب اذا هاي صارت عندنا قيمه true stress at fracture. طيب غير هيك شو بدنا كمان؟ بدنا قيمه الفاتيك سترينث عند 10 قوه 3 سايكلز. الفاتيك سترينث عند 10 قوه 3 سايكلز زي ما حكينا هو قيمه اصغر من التمت تنسال سترينث. فراح نحكي انه الفاتيك سترينث عند 1000 سايكلز بيساوي فراكشن مضروب في التمت تنسال سترينث. الفراكشن هنا قيمه فراكشن اصغر من 1. طيب هسه هذا الفراكشن قيمته بتنحسب من خلال هذا الايكويشن True stress at fracture تقسيم ultimate tensile strength مضروبة في 2 في 10 قوة 3 to the power b. طيب هسا خلينا نطلع هنا شوف كيف بدنا نشتغل الحل زي هيك. احنا شو بدنا هنا؟ احنا بدنا a و b. طيب خلينا نجي نقول عندنا مسألة وبدنا نحسب a و b. نطلع أول شيء على a، هل نقدر نحسبها؟ لا مبدئيا لا، احنا عندنا اندرس ليميت بس هاي مش مسألة. طيب هل نطلع على B؟ هل نقدر نجي نحسبها على طول؟ برضو لا، عندنا الاندرانس ليميت وعندنا عدد سايكلز اسوشيتد مع الاندرانس ليميت، بس شو الشيء مش موجود عندنا؟ ترو ستريس ات فراكشر. طيب اذا اول شيء بدنا نحسبه هاي، هاي الخطوه الاولى. بدنا نحسب ترو ستريس ات فراكشر اللي هي الاندرانس ليميت زائد 325. طيب بعد ما حسبنا ترو ستريس ات فراكشر بقدر اعوضها هنا واحسب، فاذا هاي الخطوه اثنين. حسبنا قيمه سلوب B. طيب بعد هيك بدي احسب هاي عشان احسب هاي، فباجي هون فتيك سترينث اسوشيتد مع 1000 سايكلز اللي هو فراكشن في الالتيميت، فاذا محتاج فراكشن، فاذا هاخذها ثلاثة. فاذا بعد ما حسبت بي باجي هون هاي ترو ستريس ات فراكتر موجود وبي برضه حسبتها. طيب اذا خطوه ثلاثه حسبت فراكشن، خطوه اربعه هاي حسبت قيمه fatigue strength and 1000 cycles. خطوة خمسة طيب اذا هيك بنكون وصلنا للبنية. احنا شو بدنا اصلا؟ ايه اوكي. اذا عندنا A و B هو كده ممكن نستخدم الايكويشن تبع الخط المستقيم ونحسب البنية. طيب هسه في الكتاب حبوا يسهلوا علينا، يعني بدل ما نمشي في الحسبة زي هيك فوق تحت خمس خطوات اجا حسب لنا قيمة الفراكشن باستخدام هاي الايكويشن. افترضوا انه NE 10 قوة 6 هو في الغالب NE 10 قوة 6 وحسبوا قيمة الفراكشن as function of the ultimate strength وحطوا لنا هاي المعلومة من خلال فيجر موجود في الكتاب اللي هو فيجر 6-18. طيب 6-18 على النسخة العاشرة اللي هي عندي، على النسخة 11 اللي موجودة مع بعض الطلاب بيكون رقمه 6-23. طيب اللي معه الكتاب النسخة 11 بيكون رقم هذا الفيجر 6-23. طيب هسه هذا الفيجر شو بيعطينا؟ فعليا المفروض يعطينا قيمة الفراكشن. طيب راح يعطينا قيمة الفراكشن as a function of the ultimate tensile strength. الفيجر اللي احنا في الكتاب النسخة العاشرة هون بيكون بالميجا باسكال، فأنا يعني مش حاطة من الاس اي اديشن، اوكي؟ فيعني عندكم الكتاب راح يكون بالميجا باسكال، واللي عنده النسخة 11 حاطين تحت بالكيلو بي اس اي وفوق بالميجا باسكال. طيب فعلا عندنا قيمه الالتيميت تنسايل سترينث مثلا قيمه معينه نيجي بناء على هاي القيمه لحد ما نتقاطع مع الكيرف وهاي بتكون قيمه الفراكشن. طيب هسا هذا الكيرف او هذا الفيجر فعليا يعني اول قيمه عندنا هون اللي هي بحدود 40 90 ميجا باسكال. اوكي فشو بصير اذا عندنا ألتيميت تنسايل سترينث أصغر 94؟ هسا نظريا احنا شايفين انه يعني كأنه بيكمل لفوق، بس احنا مش راح نفترض، اوكي؟ احنا راح نكون كونسرفتيف، فإذا عندنا قيمة إذا عندنا قيمة ألتيميت تنسايل سترينث 94 أو أصغر خلص راح نضل نستخدم بوينت، يعني مش راح نفترض نساوي اكستربليشن نحكي إنها أكبر من بوينت، خلص ناخذ الفراكشن نساوي بوينت. طيب فاذا هسا لو رحنا طلعنا قيمة الفراكشن من هذا الفيجر فعليا صفت العملية اسهل، اوكي؟ والايكويشنز اللي هنا
ممكن نبسطها ونكتبها بالشكل التالي. طيب كويشن نمبر بي راح نبسطها ونكتبها بالشكل التالي. بي تساوي نيجاتيف 1 على 3 لوج الفراكشن في الالتيميت سترينث على الاندورنس ليميت. بالنسبه ل A فراكشن في الالتيميت سترينث تربيع على الاندورنس ليميت. فهذا بعطينا A. طيب اذا لاحظوا انه يعني فعليا صفح عندنا خيارين، احنا بدنا A وB. اما بنروح بنطلع قيمه الفراكشن من الفيجر وبعد هيك بنستخدم هذول تو ايكويشنز، هذا الخيار الاسهل. الخيار الثاني انه نستخدم هذول الايكويشنز بالترتيب اللي حكينا عنه، نبلش بهاي بعد هيك بي والترتيب اللي حكينا عنه قبل هيك، سواء هاي او هاي بيعطونا نفس النتيجه. طيب طلعنا اي وبي، شو الهدف؟ ببساطه ممكن هسه نحسب قيمه الكليم سترينث. يعني بدي انا لايف مثلا بس 50,000 لفه، اوكي؟ هاي اللايف اتوقع. قديش اعلى قيمه من ستريس ما بدي اجددها، صح؟ هاي اللي احنا بنسميها فاتيك سترينث. ببساطه فاتيك سترينث راح يكون عدد السايكلز اللي بدي اياه، بعوضه هنا مثلا 50,000 لفه، A وB طلعنا قيمهم، فهيك بيطلع معانا قيمه الفاتيك سترينث تبع 50,000 لفه. اوكي؟ فلاحظوا انه هون قيمه الفاتيك سترينث مرتبطه مع عدد السايكلز. يعني مثلا لو حكينا قيمه الفاتيك سترينث تبع ال 100,000 لفه مقارنه مع تبع ال 50,000 لفه، مين راح يكون اصغر؟ 100,000. اوكي، يعني كل ما بدنا لايف اطول اكيد راح يكون عندنا قيمه السترينث لازم تكون اقل. طيب او نفس هاي الايكويشن ممكن نستخدمها بالعكس. يعني مثلا انا عندي كومبوننت عرض للستريس اعلى من الاندورنس، بما انه اعلى من الاندورنس انا بعرف انه مش راح تعيش انفينيت لايف، راح تنكسر. بس قديش راح تعيش بعد ما تنكسر؟ طيب اذا باجي بحط هنا قيمه ستريس اللي هو القيمه الاعلى من الاندورنس ليمت وبحسب عدد السايكلز، فبيطلع معي عدد السايكلز بيساوي ستريس تقسيم A تو ذا باور 1 اوفر B. فهيك بطلع الاكسبكتد اللي هو عدد السايكلز اللي بتعيشها الكومبوننت اذا كانت تعرض لستريس اعلى من الاندورنس ليمت. طيب حسب هاي الحالات لما نحكي على فاتيك سترينث اعلى من الاندورنس ليميت، شو بخصوص تاثير النوتشز او ستريس كونسنتريشن؟ طيب هسه نظريا احنا قيمه ستريس كونسنتريشن فاكتور كي اف اللي كنا نطلعها من هناك كنا نحكي على قيم اسوشيتد مع الاندورنس ليميت، يعني اسوشيتد مع انفينيت لايف. طيب هون لما نحكي على فاينايت لايف ستيل في تاثير للستريس كونسنتريشن فاكتور او الفيديك ستريس كونسنتريشن فاكتور، بس يعني شافوا انه شوي اقل من التاثر في حاله الانفينيت لايف. طيب بس احنا هنا مش رح ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، احنا رح نكون كونسرفتيف. يعني سواء كنا نحكي على انفينيت لايف او على فاينايت لايف رح نستخدم نفس القيم لكيف في الحالتين، سواء كنا نحكي على شيء رح ينكسر بعد عدد محدود من السايكلز او شيء راح يعيش انفينيت لايف، فرح نستخدم نفس القيمة لفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور عشان نكون كونسرفتيف بحساباتنا. طيب هسا خلينا نشوف اكزامبلز. اول اكزامبل احكي لنا فور روتيتنج بيم سبيسيمن ميد اوف 1045 سي دي ستيل فاوند اي بي سي. طيب يا عمر اللي ما حكينا نفس السؤال، في عندنا روتيتنج بيم سبيسيمن، يعني modification factors شو قيمهم؟ مش قيم واحد، اوكي؟ يعني احنا هون ما بنحكي على actual machine composite، اوكي؟ احنا هون نحكي على specimen، اوكي؟ فيعني السطح تبعها polished، ال standard reliability، load and bending، فهون بدنا ننتبه انه السؤال بحكي لنا rotating beam specimen. الماتيريال المصنوعة منها 1045 cold drawn steel. طيب المطلوب الأول بدنا نحسب قيمة الاندورنس ليميت. طيب خلينا نفكر المطلوب الأول. الماتيريال تبعتنا اللي هي 1045 سي. بنروح على التيبل A20 وبنطلع قيمة الالتيميت تنسايل سترينث اللي هي بنلاقيها 630 ميجا باسكال. طيب شو مطلوب منا الاندورنس ليميت؟ نعم فاكتورز راح يكون قيمة. لا مش نفسها، بدنا اول شيء نضربها في نص. طيب اذا قيمة الالتيميت تنسايل سترينث نضربها في نص فهيك بصير معنا قيمة الاندورنس ليميت. طيب هاي الاندورنس ليميت تبعت سبيسيمن واحنا فعليا بنحكي على سبيسيمن.
لو كنا بنحكي على actual machine component وقتها لسه في عندنا modification factors K A K B بنظر. طيب هون خلص هل جاوبت على فضلك؟ endurance limit 315 ميجا باسكال. إذا stress أصغر أو يساوي 315 شو بصير؟ إذا stress أعلى من 315 راح يكون عندنا finite life. طيب فقرة مطلوب مننا نحسب the fatigue strength corresponding to 50,000 cycles to failure. طيب هذيك الاندرانس اللي هي تعطينا infinite life. طيب حسب مننا نحسب قيمة the fatigue strength عند 50,000 cycle. يعني لو بدنا الكومبوننت تعيش بس 50,000 cycle شو قيمة stress اللي بدنا نطبقها؟ طيب هسه هون حكيت احنا بنحكي على قيمة اعلى من الاندرانس ليميت اوكي اللي بتعطينا finite life. طيب في حالة fatigue strength finite life لاحظ انه احنا بنتعامل مع هذا الجزء من المشكله تمام مره فبدنا معلومات هذا الخط شو معلومات هذا الخط بدنا a و b طيب اللي شفناه قبل شوي طيب بدنا نطلع قيم constants a و b y intercept و slope طيب خلينا نبلش زي ما حكينا طريقتين راح نشوف طريقتين اول شيء باستخدام الايكويشنز فاول شيء بنحسبه اللي هو true stress at fracture اللي هو ultimate tensile strength زائد 35. طيب الخطوة الثانية نحسب slope b. الإيكويشن تبعته negative log sigma f prime على endurance limit. ولاحظ هنا يعني لو كنا نحكي على component اللي هي shaft ودخلنا modification factors على endurance limit يعني نأخذ fully modified. أوكي يعني بس هنا أخذنا 35. لو كنا ضربنا k earlier نأخذ يعني قيمة هذه. طيب إذا سيجما اف برايم على الاندرانس ليميت على لوج 2 ان اي وفي السؤال حكيت انه ان اي 10 قوة 6 عموما هذا الديفولت يعني حتى لو ما حكيت 10 قوة 6 بناخذ ان اي 10 قوة 6 ايمتى المفروض نحددها في الحالات الثانية يعني إذا ما هيش 10 قوة 6 طيب إذا على 2 ان اي فهي طلعت معنا قيمة سلوب بي طيب بعد هيك نحسب فراكشن سيجما اف برايم ultimate strength هذه to the power طلعت معنا قيمة الفراكشن بعد ما حسبنا الفراكشن نقدر نيجي نحسب A A اللي هي fatigue strength associated مع 1000 cycles اللي هي strike ultimate strength square على endurance limit فهذا بيعطينا قيمة A بتساوي 923.1 باسكال طيب هاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية باستخدام ايش؟ فيجر اللي هي اسهل طيب نروح على طول نطلع قيمة الفراكشن من فيجر 6-18 او في كتابكو 6-23 معه نسخة 11 طيب شو المعلومات اللي نحتاجها عشان نروح نطلع من فيجر اللي هو كم 630 طيب فبكنت روح على الفيجر بمعرفة انه قيمة 630 وتطلعوا قيمة الفراكشن بشكل تقريبي يعني أنا أحاول تكون أدق شوي طيب فهذا تقريبا يعني القيمة اللي بيّنت معاي بهذا الحدود 0.857 أو 0.86 نفس يعني قريبة طيب إذا هاي القيمة من الفكرة لاحظوا هنا بالحسابات كم كنا نطلعينها تقريبا نفس الشيء أو في فرق بسيط طيب إذا بدنا نستخدم الفيجر بنروح نطلع الفيجر وبعد هيك في عنا هذول الإيكويشنز اللي هم أسهل ببساطة هاي الإيكويشن الأولانية تعطينا قيمة A fraction of the strength square على endurance limit وهاي الإيكويشن تعطينا قيمة B اللي هي 1 على 3 log fraction of the strength على endurance limit طيب خلينا نقارن قيم A و B اللي طلعناهم هنا مع اللي طلعناهم فوق مثلا بالنسبة لـ A هنا 923 هنا 925 ما فرقت كثير بالنسبة لـ B 078 وهنا 0779 اللي هي تقريبا 78 طيب اذا يعني نفس الشيء مين اسهل؟ طيب باستخدام فيجر اسرع فالافضل نفوت حلو باستخدام فيجر طيب عموما بعد ما طلعنا قيمه A و B هسه جاهزين نحسب قيمه الفتيج سترينث عند 50,000 سايكلز فهاي الايكويشن هنا بدنا نعوض 50,000 سايكلز وعندنا قيم A و B طيب اذا الفتيج سترينث associated مع 50,000 cycles راح يكون A N to the power B وهذا بيعطينا 397.5 ميجا باسكال طيب إذا هذه الـ specimen عرضناها لـ
for the reverse fluctuating stress scheme to 97.5 MPa متوقع نتائج قديش؟ 50,000. طيب اذا عرضناها بستريس اعلى نتائج اقل. طيب هاي الفقره سي. فقره سي بحكي لنا انه بدنا نحسب الاكسبكتد فاتيج لايف اندر كومبليت ريفرس ستريس اوف 420 MPa. طيب اذا عرضناها بستريس 420 اوكي يعني لاحظ احنا هنا كنا حسبنا هاي يعني فبالمقارنه مع هاي واضح انها راح تكون اقل اوكي بما ان ستريس اعلى من هاي. طيب الايكويشن تبعتنا لايف تساوي قيمه ستريس على اي تو ذا باور 1 اوفر بي. مجرد عوضناها في الايكويشن وطلع معنا اكسبكتد لايف 24660 سايكلز. طيب فاذا هاي خلصنا من الاكزامبل الاولاني. شوف الاكزامبل اللي بعده. طيب ممكن مثلا طلعنا كيف طلعنا 24660 سايكل ممكن تنقص الجبل ولا لا بس خلاص حتى كمان هذا الحكي النظري هذا الحكي النظري بس يعني دائما في احتماليه انها تنكسر قبل او تنكسر بعد عشان زي ما حكينا احنا هنا شغالين على الريلايبيتي قديش 50% اذا يعني اذا بدنا ندخل فكره الريلايبيتي في احتماليه 50% انها تنكسر اي يعني انها توصل وفي احتمالية 50% انها تنكسر قبل ما توصل هذا الرقم. طيب اكزامبل اللي بعده هذا الاكزامبل بحكي لنا the two axially loaded bars shown هذول are made of 1050 HR steel material تبعتهم و they have machined surfaces. طيب هاي طلع لي بار اولاني بار الثاني كروس سكشن تبعه 25 في 25 هنا cross section 30 في 25 بس في عندنا notch زي ما احنا شايفين عند notch صفة section تبعنا 25 في 25. طيب اذا هذول two bars الماتيريال تبعتهم اثنين نفس الماتيريال و machine services. طيب تعرضوا للloading زي ما احنا شايفين axial force بس بطريقة الحالة هنا هنحكي على يعني شيء ثابت كل الريفرست اكسل لود يعني فعليا هاي بتنعكس اوكي شوي تنشن بعد هيك بتنعكس كامل كومبريشن بنفس الوقت. طيب اذا كومبليت ريفرست او كل الريفرست لود اللي هو يعني اللود بصير له فلكشويشن من تنشن لا كومبريشن. طيب اللي مطلوب الفقره ايه استيميت ذا ماكسيموم فاليو اوف ذا لود بي فور ايتش اوف ذا تو بارز such that they will have infinite life. وانا حكينا قلنا البكلينج كمان مرة يعني في حالة الكومبريشن باحتمال البكلينج فبدناش يعني مش موضوعنا هون نحكي عن البكلينج ف راح نفكر بس في مسألة الفاتيك. طيب هسا شو اللي مطلوب؟ أكبر قيمة للفلكشويتنج ستريس ممكن يتحملها هذا أكبر لود هنا السؤال طالب أكبر قيمة للفلكشويتنج لود بي ممكن يتحملها هذا أكبر قيمة للفلكشويتنج لود بي ممكن يتحملها هذا وما ينكسرش يعطينا انفينيت لايف. طيب بما انه بنحكي على انفينيت لايف معناته يعني شو القيمه اللي احنا بدنا اياها بدنا اياها اندرستمنت. طيب فبدنا نحسب الاندرستمنت. طيب خلينا نبلش اول شيء بدنا نروح على تيبل اي 20 ونطلع ماتيريال بروبرتي شو ماتيريال بروبرتي نحتاجها؟ التمت تنسايل سترينث. طيب هاي طلعنا التمت تنسايل سترينث 22 هسه هون انا طلعت برضه اليلد اليلد ما بهمنا الفقره ايه راح نحتاج الفقره بي اوكي فيعني بس انا طلعته عشان استلم الفقره. طيب اذا هون الفقره ايه عشان طلع عندنا سمك نحتاج قيمه الالتمت. طيب هاي طلعنا من الالتمت بعد هيك بنبلش نحسب قيمه الاندرستمنت. اول شيء الاندرستمنت تبع سبيسيمن اوكي راح يكون نص في الالتمت بما انه الالتمت اصغر على الفرعوني اوكي هو فعليا اصغر على الفرعوني فاذا يعني نص في الالتمت. طيب اذا بعطينا 310 ميجا باسكال. طيب هاي اذا كنا بنحكي على سبيسيمن اندر ايديال كونديشنز بولش سيرفيس سايز كذا بس هنا لا ما بنحكي على سبيسيمن نحكي على اكشوال كومبوننت. طيب هسه اذا لازم نستخدم كولكشن فاكتورز او موديفيكيشن فاكتورز خلينا نبلش فيهم اول واحد اللي هو سيرفيس فينش. طيب هسه هون في السؤال هل حكى لنا بولش؟ لا ماشي. طيب هسه كمان مره بدنا ننتبه هون يعني انه هو 1050 اتش ار هسا اذا بتروح الجدول اللي عندك يعني بيحكي لك مثلا في حاله اتش ار في عندنا قيمه بس لاحظ هون اتش ار ماشين اوكي يعني لاحظ الماشين هو بيجي في الاخر يعني مثلا لو كان لو كنا جبنا ماتيريال اصلا هي هاترول بس احنا سوينا عليها ماشين ف
يعني هنا مش راح نطلع على اتش ار، يعني بما انه ماشينينج راح ناخذ هذه المعلومه. فالسيرفس تبعنا ماشين، فلما بروح على التيبل اي تيبل بدنا نروح عليه؟ طيب بدنا نروح نطلع الموديفيكيشن فاكتور كي اي اللي هو السيرفس فينش. طيب كي اي بيساوي التيمت تنسايل سترينث مضروبه في A to the power B. كمان مره بدناش نخربط ما بين A و B اللي جايبينهم هون واللي كنا نحكي عنهم قبل شوي. هذاك اللي هو الواي انترسبت والسلوب تبع الخط. هون هاي كونستانت تعتمد على السيرش فانكشن. قيمة كونستانت A و B مطلعها من تيبل 6-2 بناء على السيرش كونديشن. السيرش كونديشن تبعتنا ماشين. اوكي؟ فمن الجدول الطبعة العاشرة هذه هي القيم. هسه زي ما حكينا في الطبعة 11 تغيرت القيم. طيب اذا على الطبعة 11 بيطلع معنا قيم غير هاي. طيب اذا بعد ما طلعنا قيمة A و B رح نيجي نحسب قيمة K modification factor اللي هو A مضروب في الالتمت سترينث تو ذا باور B. فهي طلع معنا قيمة K A وبطبيعة الحال قيمتها اصغر من 1. امتى رح تكون 1؟ لو كان بلشت. طيب الكوركشن فاكتور اللي بعده اللي هو السايز فاكتور. طيب هسه هون لاحظ يعني هذا يعني لو كان شيء غير الاكسل كان بدنا نروح نحسب قيمه الافكتيف ديامتر، يعني حسبه طويله عشان نقدر نحسب قيمه السايز فاكتور. طيب بس هون لودنج اكسل، وزي ما حكينا في حاله الاكسل لودنج لقوا تقريبا انه ما في شيء تاثير للسايز. اوكي فلهذا السبب في حاله الاكسل لودنج ناخذ كي بي بتساوي 1. طيب اذا بما انه لودنج اكسل كي بي بتساوي 1. طيب بعد هيك اللودينج فاكتور الاكسل لودينج 0.85. طيب غير هيك شو طلعنا تمبرتشر ريلابيلتي؟ هل في اي معلومات في السؤال تحكي عن لا؟ فاذا خلص ناخذ الديفولت اللي هو 1. طيب فاذا بالنسبه للتمبرتشر ريلابيلتي بطريقه الحال كونسيستنس افكتس 4.1. طيب اذا هيك احنا حسبنا موديفيكيشن فاكتورز. خلصنا الموديفيكيشن فاكتور، بس يعني لاحظ بما انه مطلوب مننا نحسب الاثنين بدناش ننسى انه هون في عندنا نوتش، فاذا لازم نحسب الفتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور. فخلينا نحسب فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور عشان يكون عندنا كل شيء جاهز. طيب فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور البار بي اول شيء شو بدنا نطلع؟ نطلع قيمة كي تي. طيب عشان نطلع قيمة كي تي بنشوف شو الشكل اللي عندنا وشو طبيعة اللود. هاي الشكل اللي عندنا مع ماتش واللودينج اكسل فورس. فبنروح على الفيجرز اللي موجوده عندنا في ابندكس A وندور على نفس الكيس اللي هو راح يطلع معنا اللي هو فيجر كيس يعني A15-3 كيس 3. طيب هذه اللي هي نفس الجيومتري. هسه عشان نطلع من الفيجر بدنا نحسب شغلتين اللي هم يعني نون دايمنشنال كوانتيتيز W على D معرفات على الفيجر. فبناء على القابل اللي عندنا W على D راح تطلع 1.2 و R على D اللي هي 0.1. طيب باستخدام هذول المعلومتين من الفيجر بنطلع قيمة KT. شو هي KT؟ ستاتيك. اوكي ستاتيك ستريس كونستريت فاكتور. ستريس كونستريت فاكتور العادي مش تبع الفيجر. طيب اذا هاي القيمة تقريبا اللي المفروض تطلع معانا من الفيجر. طيب هسه بدنا نحسب قيمة فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور. زي ما حكينا هون لازم نطلع قيمة الماتش سنسيتيفيتي أو نستخدم النوبر إيكويشن. طيب الأسهل الأسرع إنه نستخدم الماتش سنسيتيفيتي ونطلعها زي ما حكينا من الفيجرز. طيب كيف فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور بتساوي 1 زائد كيو مضروب ب كي تي ناقص 1. كي تي أوريدي طلعناها محتاجين قيمة كيو. طيب كيو من فيجر 26 شو اللي محتاجينه عشان نطلع قيمة كيو في جرف 26؟ هاي 26. طيب الالتمت و ناتش ريديس. طيب هلا هون ناخذ تنتين ولا واحدة بس؟ هاي خلينا نطلع رسمة الريديس. هاي الريديس تبع ناتش. في تو ناتش بس. طيب في يعني اصلا هذا هو الكومبريشن تبع ناتش. هذا هو الكومبريشن اخذناه لما طلعنا قيمة كي تي. كمان مرة هون عم نحكي عن ناتش ريديس، هي الريديس تبع ناتش. اوكي فانت نفس الشيء. اوكي فالماتش ريديوس اللي هو 2.59. هسه هاي لو كانت هول كمان مره يعني ناخذ الريديوس تبع الهول كمان مره كلمه ماتش هون تعني اي نوع من الماتش ديسكونتينيوتي. تفضل. لو كان في نوع من الديسكونتينيوتي ايش؟ مو هو الديسكونتينيوتي بدنا نحسب واحده في حاله بدل بيقدر. طيب
more than discontinuities بعاد عن بعض مثلا واحدة هنا واحدة هنا بدك تحسب يعني لها ولها تشوف يعني الستريس كونستريكت رايح على اوكي يعني مش ما بنضيفهم مع بعض يعني نحسب الثنتين ونشوف اني مور كريتيكال طيب فاذا زي ما حكينا بنروح على فيجر 26 عندنا الالتيميت تنسايل سترينث قديش الماتيريال تبعنا 620 ميجا باسكال يعني ايه كيف راح نختار هذا بالجيجا طيب يعني هذا فعليا اقل منه بشوي اوكي فاذا يعني هذا الكيرف والناتش ريديس اللي هي 2.5 طيب 2.5 مع هذا الكيرف يعني بشكل تقريبي اقل منه شوي يعني ايش زي هيك لا طيب انا تقديرا قدرتها انها بحدود 0.81 طيب خلينا نبدا يعني لينير انتربريشن يعني بشكل على الرسم من غير ما تحسب حسابات يعني كافي طيب عموما من هنا طلعنا قيمه كيو تقريبا 0.81 وبالتالي الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور 1 زائد كيو في كي تي ناقص 1 طلع 2.22 طيب لاحظ انه دائما فعليا قيمه الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور راح تكون اقل من ستاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور عشان الكيو اصغر من 1 يعني بيكونوا متساويات اذا ماتيريال فولي سنسيتيف اذا كيو بتساوي 1 طيب هسه نيجي للمطلوب شو المطلوب السؤال كان اكبر قيمه لللود بي ممكن اطبقها هنا او هنا طيب فكر في الفقرة الأولانية بالنسبة للبار A طيب كمان مرة خلينا نحسب الاندورنس ليميت احنا لسه ما حسبناش الاندورنس ليميت اندورنس ليميت بيساوي اس اي برايم اللي هي 310 مضروبة في موديفيكيشن فاكتورز اللي لهم قيم اللي هو A و C فهي أخذنا A و C بس هاي طلعناها 216 ميجا باسكال طيب إذا كانت قيمة ستريس على البار A أصغر أو يساوي 216.3 ميجا باسكال متوقع إنه إيش؟ إنفينيت طيب بس إحنا هون السؤال هو مش طالب منا ستريس طالب منا لود أوكي طيب إذا يعني بعد ما حسبنا هاي أوكي هاي قيمة ستريس نيجي نحكي اللود بالنسبة للبار إيه اللي هو ستريس مضروب في كروس سكشن اللي هو 25 فهاي طلع معانا هذا هو الجواب بالنسبه للبار A اللي هو 135,187.5 طيب اذا قيمه هاي قيمه اللود اصغر او يساوي هاي القيمه بعيش انفينيت لايف طيب هذا بالنسبه ل A بالنسبه ل B لاحظ انه B في عنا ناتش اوكي فاذا لازم نحسب حساب الناتش طبعا احنا اوريد طلعنا ستريس كونسنتريشن فاكتور او فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور طيب هسه فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور كيف نستخدمه زي ما حكينا ممكن نستخدمه بطريقتين اما ناخذ ستريس نومينال ستريس ونضربه في فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور او زي ما حكينا في الحالات اللي زي هيك ممكن ناخذ الاندرنس ليميت اللي حسبناه ونقسمه طيب هون يعني كيف سهل فبالنسبه للبار بي نحكي رح نحسب شيء نسميه modified endurance limit اللي هي يعني endurance limit اللي احنا حاسبينها بشكل عام تقسيم الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور بنطلع على 102 ميجا باسكال طيب هسه بدنا نحسب اللود تمام مره بدنا نضرب ستريس اللي حسبناه في الاريا بس شو هي الاريا بنضرب فيها نت اريا اصغر اريا اوكي اللي هي وين هون اللي هي يعني 25 في 25 طيب فإذن بالنسبة للبار بي تي ماكس بتساوي 102 اللي حسبناه هنا مضروبة في 25 الكروس اريا اللي هي 25 في 25 بطلع 63,767 اوكي هسه نفس النتيجة كنا راح نطلعها يعني لو استخدمنا اندورنس ليميت زي ما هي وستريس ضربناها في فتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور راح يطلع معنا نفس الجواب هيك بصير هيك بصير هسه بالكيس السهله اللي زي هيك معلش شنو ثابت بس يعني الى صح دائما اضمن دائما
انه خلص عندنا استعمل نخليها زي ما هي وستريس عندنا نحسبه ونضربه في فاتيك ستريس كونسنتريشن وبعد هيك عم نحسب الدنيا. تفضل. في اساس لك بلال انه اذا كان في اكثر من نوتش بجمعهم مع بعض؟ ما بجمع حكينا ما بجمع. كل واحدة بنحسبها لحالها. تاخذ اكبر وحدة. طب لما بدي اطلع مثلا اللود كمان مرة في عندك مثلا هذه هنا وحدة ثانية موجودة هنا. اوكي؟ تحسب ستريس كونسنتريشن فاكتور لهاي وتحسب مثلا الماكسيموم لود بناء على هاي. وتحسب ستريس كونسنتريشن فاكتور لهاي تحسب الماكسيموم لود بناء على هاي وتاخذ القيمة الأصغر من الثنتين. اوكي؟ طيب احنا خلصنا الفقرة ايه؟ نرجع نشوف الفقرة دي. طيب فقرة B find the static and fatigue factor of safety NS the static factor of safety and F the fatigue factor of safety for bar B if it's to be subjected to completely reversed load of 50 kN. طيب B إذا عرضنا على load 50 kN tension compression بدنا نحسب له قيمتين قيمة static factor of safety وقيمة fatigue factor of safety. طيب هسه خلينا نفكر بالفتيق اول هذا القيمة من اللود هل متوقع انه راح تخليه ينكسر ولا لا؟ حسب ايش طلعنا احنا ايش طلعنا خلينا نرجع نشوف ايش طلعنا اصغر اوكي يعني اصغر من الماكسيمم فاليو حسب عندنا فهذا متوقع انه تعطينا انفينيت لايف اوكي اذا لما نحسب الفتيق بالسيركل راح يكون كمته اكبر من واحد. طيب عموما هون مطلوب منا يعني ستاتيك فاكتور سيفتي وفاتيك فاكتور سيفتي. هسا عموما الاصل ستاتيك فاكتور سيفتي نحسبه في المسائل فيها ستاتيك لودينج. اوكي؟ ايش اللي فيه فاتيك لودينج زي هيك؟ الاصل انه يعني اللي بهمنا اللي هو فاتيك فاكتور سيفتي. بس هون من باب المقارنه. لو حسبنا لنفس المساله حسبنا لها الستاتيك حسبنا لها الفاتيك هل قيمهم كيف راح يطلع العلاقه ما بينهم؟ مين اكبر؟ بطبيعه الحال ستاتيك فاكتور سيفتي راح يكون اكبر. طيب خلينا نشوف اول شيء بالنسبه لستاتيك فاكتور سيفتي. الماتيريال ستيل وهي غاليان دكتايل اذا بنتاكد انها دكتايل بنطلع على البرسنتج الريجيشن تبعها 0.15 هذا بحكينا عن دكتايل. طيب شو اللي بنستفيد لما نعرف عن دكتايل ماتيريال؟ اول شيء السترينث اللي بنستخدمه اللي هو ليد ليد سترينث وبالنسبه للستريس كونسنتريشن بنهمله اوكي في حاله ستاتيك لودينج احنا بنهمل ستريس كونسنتريشن فاذا بدنا نجي نحسب هسه اول شيء ستريس اللي عندنا بيساوي اللود 50 كيلو نيوتن على الاريا اي اريا اصغر اريا دائما يعني لا معنى اصغر شيء اللي هي 25 في 25 طيب اذا ستريس تبعنا 50 كيلو نيوتن على الاريا 25 طلع معنا 80 ميجا باسكال. طيب هسه لو كنا بدنا ناخذ تاثير او يعني لو كانت بريتل ماتيريال هاي القيمه شو كنا راح نساوي فيها بعد هيك؟ رح نضربها في كي تي بنحطها في KT اوكي وبعد هيك كنا راح نحسب الفاكتور اوف سيفتي بس وقتها بنحسب الفاكتور اوف سيفتي مش باستخدام اليلد بنستخدمه باستخدام الالتيميت عشان الريتن ماتيريالز رح نستخدمها. طيب اذا هون كما مره كمان دكتور ماتيريالز KT بتساوي 1 ما بتدخلش حساباتنا هاي بنرجع بنحسب قيمه الستاتيك فاكتور اوف سيفتي اللي هو اليلد سترينث طلعناه من الجدول 340 على 80 فبيطلع معنا الفاكتور سيفتي اللي هو 4.25 هاي قيمة الستاتيك فاكتور سيفتي. طيب غير هيك مطلوب منا الفاتيك فاكتور سيفتي اللودينج نفسه اللي هو 50 تنشن كومبريشن. طيب فاتيك فاكتور سيفتي كمان مرة فاتيك فاكتور سيفتي اللي هو سترينث على ستريس كمان مرة سترينث في حالة الفاتيك احنا كمان مرة هنا بنفكر في الانفينيت لايف يعني بدنا الاندرنس ليمت. طيب انديورنس ليمت فممكن نجي نحكي انه الفاتيك فاكتور اوف سيفتي بيساوي الاندورنس ليمت اللي سوينا له موديفيكيشن اللي قسمناه على كي اف وبنقسمه على نومينال ستريس اوكي او هي نفس النتيجه لو حكينا انه اندورنس ليمت من غير الفاتيك فاكتور اوف سيفتي اللي هو 216 بنقسمه على سيجما ماكس. شو هي سيجما ماكس؟ الفاتيك فاكتور اوف سيفتي في نومينال ستريس. طيب فاتيك فاكتور سيفتي اللي هي 212
النورمال ستريس اللي هو 80 فاذا 216 على هذا 80 بيطلع معنا 1.28 اوكي. كمان مره في السؤال اللي حليناه في الفقره ايه ما كنا ناخذين هيك يعني كنا اخذنا هاي قسمناها في الاول بعد هيك اه لا كمان مره هاي حطينا الانجر سيمت زي ما هو والفاتيك فاكتور سيفتي ضربناها في النورمال ستريس. طيب إذا طلع معنا قيمة الفاتيك فاكتور سيفتي 1.28 واضح انه الفاتيك فاكتور سيفتي اصغر من ستات فاكتور سيفتي. طيب الصراحة مثلا في مسألة زي هاي لو احنا مش منتبهين نتعرض لفاتيك لودينج اوكي يعني اذا واحد سوى الاناليسيز مش منتبه انه اللودينج فاتيك لو مفكره ستاتيك وراح حسب ستاتيك فاكتور سيفتي طلع معاه 4.25 يعني هذا بحكي له انه يعني لسه ممكن نرفع اللود قديش 4 مرات اوكي. طيب فمثلا يعني كان ممكن يقول لك اوكي 4 مرات انا ممكن ارفع اللود من 50 ل 100 واستل في عندي فاكتور سيفتي راح تضل قيمته اكبر من 2 ستات فاكتور سيفتي. طيب يعني لو اجي احط لودينج قيمته 100 بحسب ستاتيك اناليسيس ما عنده مشكله راح يحسب فاكتور سيفتي راح تطلع قيمته 2 اكبر من 2 بس لاحظ لو حطينا لودينج قيمته 100 وهو لودينج فاتيك شو راح يصير؟ راح ينكسر. يعني لاحظ انه فعليا اذا رفعنا ستريس من 50 ل 100 هاي راح ترتفع ل 160 وهذا فعليا راح يصفي مقسوم على 2 يعني راح يصفي بحدود 0.64 اوكي 0.64 يعني اصغر من 1 فاتيك فاكتور سيفتي اصغر من 1 شو معنى لما يطلع الفاتيك فاكتور سيفتي اصغر من 1 انه يعني مش راح يشيل اوكي راح ينكسر بس امتى راح ينكسر نقدر نحسب اوكي يعني وقتها بنحسب الحسابات على الفاتيك. طيب اذا هنا ال 50 ما فيها اي مشكله اوكي يعني باستخدام فاتيك اناليسيس بحكي لنا انه يعني ال 50 لسه اوكي ما راح يعيش انفينيت لايف. طيب نشوف الفقره الاخيره الفقره السي. طيب استيميت ذا فاتيك لايف فور بار بي اندر ريفرس لود اوف 150 كيلو نيوتن. طيب نفس الشيء على البار بي بحكي لنا راح احط فولي ريفرس اكسل لود قيمته 150 كيلو متر. خليني افكر فيها هنا توين بالنسبه للبار بي اوكي وين فقره طيب اذا احنا حكينا الماكسيمم نقدر نطبقه 63 اوكي من غير ما يصير عندنا فراكشر اوكي احنا هسه هاي المره في الفقره سي قديش بدنا نطبق 150. طيب انه بما انه 150 اكبر من 63 معناته قصير يعني لو رحنا حسبنا الفاكتور سيفتي كانت راح تطلع قيمته اصغر من 1. طيب اصغر من 1 معناته راح يصير فيلير. هون قلنا بدنا نحسب يعني امتى راح يصير فيلير بدنا نحسب اللايف. طيب هاي مطلوب الفقره سي بدنا نحسب الاكسبكتد لايف ولتسريع الحسابات حكيت لكم نستخدم الفراكشن قيمته 0.3 يعني بدل ما نروح نطلع قيمه الفراكشن من الفيجر ناخذ قيمه الفراكشن 0.9. طيب اذا هنا الفقره سي بدنا نحسب قيم التو كونستنتس A و B A اللي هو الواي انترسبت وB اللي هو السلوب وحكيت لكم السؤال نستخدم فراكشن قيمته 0.9. طيب اذا بالنسبه ل A 0.9 في الالتيميت سترينث سكويرد على الاندورنس ليميت وكمان مره يعني لاحظ احنا اخذنا الاندورنس ليميت ماش مدخلين الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور اوكي احنا حكينا يعني الاسلم دائما انه نخلي الاندورنس ليميت زي ما هي وفي عندنا ستريس نضربه في الفاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور. طيب اذا على الاندورنس ليميت اللي هي 216 فهي طلع معنا قيمه ال A بالنسبه ل ال B نيجاتيف 1/3 لوج الفراكشن بالالتيميت على الاندرنس ليميت هاي طلعت معنا. طيب اذا هاي طلعنا واي انترسبت وسلوب. طيب هسه بدنا نحسب قيمه ستريس اللي عنا. اول شيء نورمال ستريس اللي هو اللود على نت اريا 150 كيلو نيوتن على الاريا 25 × 25 ملم فطلع معنا قيمه النورمال ستريس 240 ميجا باسكال. طيب بس بدناش ننسى انه بنحكي على البار بي يعني في عندنا نارش اذا في عندنا ستريس كونسنتريشن اذا سيجما ماكس اللي هو ماكسيموم ستريس اند نارش
اوكي اللي هون هنا بتساوي كيف في فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور مضروب في النورمال ستريس. فاتيك ستريس كونسنتريشن فاكتور هو 2.12 اذا هاي طلع معنا في ستريس. طيب اذا نجلس على الايكويشن ان اكسبكتد لايف بتساوي قيمه ستريس اللي هي 508 على اي تو ذا باور 1 اوفر بي. فطلع معنا الاكسبكتد لايف 1.98 × 10³ تقريبا 2000 سايكلز. اوكي اذا طبقنا هذه القيمه من اللود 150 فعليا بالنسبه للبار بي متوقع انه ينكسر بعد 2000 سايكل. هسه لاحظ هنا بالنسبه لهي الايكويشن لاحظ انه اذا طلع معنا هنا رقم اصغر من 1000 ما بنقدر ناخذه عشان يعني هاي الايكويشن صحيحه بس من تمام مرات. اوكي هاي الايكويشن صحيحه من هنا من 10 تو ذا باور 3 لحد 10 تو ذا باور 6 او 10 تو ذا باور 7 اذا شغال يعني 10 تو ذا باور 7 تمام. اذا طلعت معنا قيمه هنا اصغر من 10 تو ذا باور 3 ما بنقدر ناخذها. اوكي عشان هذيك بتكون على هذا الخط اللي هو اللو سايكل فاتيك. طيب نحكي بس شغله اخيره عن اللو سايكل فاتيك. هسه احنا اذا بدنا مثلا نساوي ديزاين لكومبوننت تعرض لفاتيك لودنج بس تعرض لعدد محدود يعني مثلا متوقع انها تعرض ل 500 سايكل او ل 600 سايكل. اوكي يعني اقل من 1000 يعني احنا شغالين هذا الخط. طيب هنا لازم نستخدم هذا الخط في الايكويشنز خاصه فيه ما حكيناش عنها بس بشكل عام بقدر احكي لكم اياه. اذا بدنا نتجنب الفيلير خلال عدد قليل من السايكلز بكفي نسوي ستاتيك اناليسيس. يعني لاحظ احنا حكينا هنا بحسب سترين لايف ميثود فيلير بصير ليش؟ عشان احنا قاعدين نتجاوز اليد فبصير عندنا الباوشنجر افكت يعني بصير عندنا هاردنج في التنشن سوفتنج في الكومبريشن نرجع نسوي سوفتنج في التنشن نرجع نسوي سوفتنج في الكومبريشن. اوكي ففعليا يعني اذا احنا بس سوينا ستاتيك اناليسيس وتاكدنا انه ستريس اقل من اليد سترينث معناته هذا نظريا بيضمن لنا انه الكومبوننت راح تعيش اكثر من 1000. اوكي هذا نظريا بحكي لنا انه الكومبوننت تبعتنا راح تعيش اكثر من 1000 سايكلز. اوكي يعني مش راح يصير لها فيلير بشكل سريع. اوكي فعاده يعني الاشياء اللي بتعرض لعدد قليل من اللودنج سايكلز بيكتفوا انهم يساوي ستاتيك اناليسيس بيحكوا ما فيش داعي انه نساوي فاتيك اناليسيس عشان لو استخدمنا ستاتيك فاكتور سيفتي لوحده وتاكدنا انه قيمته اكبر من واحد فهذا بيخلي انه الكومبوننت تبعتنا تعيش اكثر من 1000 سايكل. طيب هيك نكون خلصنا من هذا الاكزامبل وكمان مره ننبه على هاي النقطه. هسه لاحظ احنا لما استخدمنا بهاي الطريقه احنا بيسكلي حكينا انه تاثير ستريس كونسنتريشن فاكتور في حاله الانفينيت لايف هو نفس تاثير ستريس كونسنتريشن في حاله الفاينايت لايف. اوكي هيك هذا هو الكونسرفاتيف ابروتش اللي حكينا عنه. بينما لو اجينا اخذنا الفولي موديفايد اندورنس ليميت وقتها احنا ما بنكون استخدمنا الكونسرفاتيف ابروتش راح يطلع معنا قيم مختلفه. طيب اذا هذا هو الابروتش الصح زي ما سوينا. طيب حدا عنده سؤال لحد هنا؟ طيب فاذا هيك بنكون خلصنا محاضره اليوم. يعطيكم العافيه.